السلام عليكم يا شباب. الفيديو ده خاص بالايفنت الجديد، ازاي تقدر من خلاله تجيب قسائم الشخصيه اللي هي قسائم الخصم، الكوبونات الجي جديده تمام، وكوبونات صناديق. فالايفنت موجود هنا تحت علامه الهديه، الشرطتين اللي تحت ده في اللي هي فود ديليفري او اللي هي توصيل الطعام تمام. فكره الايفنت ده ان انت بتستنى ان المفروض اللي على الشمال ده اللي هو اكل او طعام اللي ده بتجمعه بتوصله لاماكن معينه في الخريطه، الاماكن دي بتنزلها تمام. بالنسبه اللي على الشمال دي اللي هي اول حاجه اللي هي المشروبات اللي هو الدرينك، تاني حاجه صراحه مش عارف ايه هي بس المفروض ده بتجمعه، تالت حاجه اللي هي الكيك، المفروض بياخد وقت معاك على ما يطلع.